شنو هو معناتها الظاهرة الفلكية الخسوف؟ الخسوف هو بالنسبة للقمر تصير انه الارض والشمس والقمر يتقابلوا بطريقة انه الارض تجي بين الشمس والقمر وكذا يصير اسقاط يعني بروجيكسيون تاع ظل الارض على القمر وكذا شنو يشوف المشاهد انطلاقا من الارض يشوف القمر قاعد يميل الى الاحمرار حتى ان يتخبى يعني يختفي تماما مش يختفي يعني يحمر تماما يعني يتغطى بظل الارض والظاهره هذه تصير يعني مرتين ثلاثه مرات في العام اثناء يعني وقت يكون القمر بدر يعني ايش معناته وقت يكون بدر في منتصف الشهر القمري القمر يولي يجي وقت يجي في منتصف في ظل الارض وقتها يصير الخسوف. جيت باش تبع الخسوف؟ والله جيت باش نهبط للاك ولا محاله لقيت الامبوتياج في الطريق قلت بلا نمشي اوكازيون نمشي لبنيه العلوم نتفرجوا في الكليبس سولير نورمالمون 7:30 يبدا اوكازيون. انا جيت اول مره لمدينه العلوم جيت خصيصا من حمام الغزي وفرصه هاكا باش نشوف الخسوف هذا نتاع القمر ما نعرفوش اول مره وهاكا ان شاء الله يتعدى جو به ياك تبارك الله برشا عبيد حضروا كيس كان كليبس لونيير بونسوار دونك سي جو مي سوفيان بيان باسكو كون ابري ا ليكول سي دونك لا لون كي سو بلاس Non, la Terre qui se place entre la Lune et le Soleil, contrairement à l'éclipse solaire où la Lune passe devant le Soleil, donc c'est un peu moins impressionnant qu'une éclipse solaire. انا فهمه لي خويا شويه الخسوف اما لازمني انا جيت لهنا هدف متاعي اني نتعمق فيه خاطر لازمني نزيد نتعمق باش نزيد نفهمه اول حاجه انا جيت هوني مدينه العلوم باش نتفرج في خسوف القمر شويه بابا حكى لي عليه ما مش مركز عليه بالقدا مش مركز معاه بالقدا بابا قال لي الارض في خسوف القمر الارض تغطي الشمس يعني الشمس ما عادش تظهر بالقدا وين ماشي مركز مع المركز اللي مازلت نتذكره وانت ما قريتيش هذه في اثناء الدراسه نتاعك جت فرصه انك باش تتبعها انا ما قريتيش هذه في دراستي جت فرصه باش نتبعها وباش ناخذ فائده باهية عليها باش كي تجيني يعني نستغلها الفرصه ونعديها لاصحابي. جاي باش تبع الخسوف نتاع القمر انت؟ كليبس. قولوا ثم فرق بين الخسوف الكلي والخسوف الجزئي. لو تفسرهم لنا الزوز. الخسوف الكلي هو انه القمر يدخل تماما في ظل الارض. يعني كي نشوفوا القمر يعني عند اكتمال الخسوف نشوفوه احمر تماما يعني القرص نتاع يعني ظل الارض كافي لتغطيه قرص القمر اما بالنسبه للخسوف الجزئي يعني نراو جزء احمر وجزء فضي كما العاده يعني جزء ابيض وجزء مضاء وجزء مغموم بظل الارض الظاهرة هذه الفلكية الخسوف نجموا نشوفوها بالعين المجردة على عكس الكسوف نشوفوه معناها بوسائل أخرى خاصة. الخسوف والكسوف الزوز يتشاهدوا بالعين المجردة، هما من أكثر الظواهر المرئية بالنسبة للإنسان وعاشها الإنسان. الفرق البسيط هو أنه خسوف القمر يمكن مشاهدته بالعين المجردة بدون أدنى خطورة، بينما كسوف الشمس يلزم الإنسان ماذا به يلبس نظارات واقية لأنه عنده انعكاسات سلبية على العين وعلى الرؤية بتاع الإنسان، لأنه الإنسان وقت يشاهد كسوف الشمس بعين منفتحة ينجم يكون تأثيره سلبي على صحة العين في المستقبل. يعني لو تحدثنا أنه الخسوف هذايا اللي مش يصير اليوم يشمل كافة الدول العربية ولا مختصر بركة على تونس بركة؟ هو في كافة الدول العربية ولكن هو يهم الجزء الشمالي من الكرة الأرضية تقريبا يعني الجزء اللي يرى كل البلدان اللي ترى القمر في فترة بدر يعني تقريبا هي تقريبا كل الدول العربية موجودة تقريبا على خط عرض واحد يعني تقريبا يعني باختلاف ضئيل هل الاختلاف هذا يخلي انه كل بلاد وقتاش تشوف الخسوف وقت وطوله يعني نحن مثال نشوفوه
ابتداء من 8 غير 4 نبداو نشوفوه اذا المكان يسمح لنا، ولكن يعني مثال كي ناخذوا بلاد في الشمال مثال كيما فرنسا يشوفوه مؤخر وبعد 9 تقريبا أو 10 نتاع الليل يبداو يشوفوا في الخسوف. فما اتجاه معين يعني تشوفوا به الخسوف هذايا ولا مركز على كل جهات نجم نشوفوا من كل جهات الخسوف هذايا؟ بالنسبة للخسوف تشاهد القمر، القمر كي تشاهدها تشاهد الخسوف، عملنا المراقيب الفلكية هذه حتى نعطي فرصة أكثر للزوار أنهم عندما يتابعوا ظاهرة الخسوف، لأنه في الخسوف ثم أشياء أخرى تقع هي متابعة تفاصيل متاع القمر، إذا هي فرصة لمشاهدة القمر اللي هي موجودة ديما في أي وقت. لكن بالنسبة للخسوف بالطبيعة يكون الإنسان معناتها مهتم أكثر بالقمر، وهك علاش حطينا المراقيب الفلكية هذه باش تزيد في اهتمام الناس بظاهرة الخسوف. We'll be right back.